مو فرهاد يلي كان عم يقول مبارح إنه مين عم يساعد جنيد؟ أنا وأصلي وابننا طبعاً. رح نطلب الإذن منك. ما فهمت شو قصدك. فهمت. بدنا نرسم طريقنا لحال. عم احكي معك نامق. شبو فرهاد؟ مو هو يلي كان عم يسأل عن جنيد؟ ليش عم يتصرف هيك معه؟ كيف هيك الرجال بيتفتل بالبيت على راحته؟ مسحة هي يعني؟ عم يستغل بنته. انت شو متوقع؟ وفرهاد طيب وضعيف قدام الأولاد. انت ليش خايفة لهالدرجة هي؟ شوفي يعني لأنه جنيد كتير خطير. ما بقى شي ما عمله. أصلي قوست عليه. بتحب ذكراك؟ العيشة معه بنفس البيت شي مو سهل أبداً. أصلاً غريبة كيف أنت مرتاح هيك بهالوضع. صحيح مرتاح بس أكيد ماني مبسوط. راح نشوف شو راح يصير بالأيام الجاية. كان فيك تدقي الباب قبل ما تفوتي. ناديت لي؟ إيديل اسمحي لنا إذا بتريدي. أي عن إذنكن لك. عم اسمعك. يا الله سعد، معقول تكون هاي حقيقة؟ معقول تكون هاي حقيقة؟ قولي الحقيقة، قولي إنه جنيد مو أبوها لبنتي وأبوها فرهاد، ما هي؟ وين التاني؟ ليك يلا روح نشوف وين متخبي. يلا يا بنتي يلا. وين هو؟ واخيرا مسكناه. شوفي مين اجى يا بنتي. خالته قلسوم. حابه تلعبي معنا؟ معلش تلعب معنا خالته قلسوم. ايه طبعا. يلا تعي. انت ليش لهلا ما رحت؟ لانه مبسوط باللعب انا وبنتي. ليش لاروح؟ صحيح أخوكي فرهاد ضربني وخانقني، بس بالأخير ندم كتير وزعل كمان. قال لي لا تروح جنيد. قال لي كيف بدك تروح وتترك هاي العيلة والبيت وممكن إنه كل شي يخرب بغيابك. ما قدر يتحمل. وأنا متأكدة من هالشي. اقري شوية كتب تطوير الذات لتفكري بإيجابي شوي، بلكي بتتحسني يا حلوة. طلع برا هالبيت جنيد. شش، عيب هالشي قدام البنت شبك. بعدين تركيني أنا. في خبرية مثل القنبلة الكبيرة عم تمر عنا. الله الله، شو هي هالقنبلة؟ شي كبير يا بنت. اسمعيها من أخوك الحبيب. لعلمك أنت وثقتي بحياتك بناس بعدد الفيران اللي نحن مسكناها. عادي. يلا بابا خلينا نكمل التخباية. ايه بنتي يلا خلينا نشوف البيت الصغير. وين البطة الصغيرة؟ وعك 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 وعك. الله يلعنكم، الله يلعنكم كلكم، الله يلعنكم كلكم كلكم. خربتوا لي حياتي كلها. سرقتوا لي الأمل الوحيد. بلدان،
فيلدان، أنت منيحة؟ آه؟ ما كنت بحياتي منيحة قد اليوم. ما جرحتي إيديكي ما هيك؟ كيفك أنت أصلي؟ أنا منيحة على قد ما فيني كون. اسمعيني شوي، نحن دائماً منزعل على نفس الموضوع. أنا فهماني عليكي، بس لازم نهدى شوي فيلدان. نهدى؟ لازم نهدى؟ لأنه أنا تحققت كل أحلامي مو؟ ما فهمت عليكي شو عم بتقولي، قعدي شوي ارتاحي يلا. لسه ما عندك خبر عن الشي اللي صار معي؟ إذا كان قصدك على جنيد، أكيد فرهاد رح يحل القصة، رح ينال جزاؤه. صدقي هالشي وبس. ماشي ماشي، اتفقنا ما هيك؟ ورح يعمل كل شي مشان تضل بنتك تلتقى بأبوها. خلص لا تزعلي. يلا يلا بكفي زعل وبكي، ما بيصير هالشي، بكفي. عم نعيش أيام صعبة، يلا نامي وارتاحي شوي. ماشي اهدي. الحياة غلطت بحقي وبحقك أصلي. اهدي يلا اهدي شوي بقى. ماشي بترجاكي، أنا حابة أبقى لحالي شوي. أنت متأكدة؟ لو سمحتي. طيب إذا بدك شي. Mm-hmm.